بقول لك ايه يا حسين، سلفني 2000. من عينيا الاتنين خلينا نكتب ورقة بالدين. يا راجل، انت بتقول ايه؟ هي عشرة يومين؟ وانت ايه رأيك يا حسنين؟ الحل في آية الدين. آية الدين أطول آية في القرآن، وفي ذلك إشارة بالغة لكل إنسان، إشارة لكل إنسان ضل عن الطريق وظن أن الإسلام فقط في المسجد، وأن الإسلام مجموعة من الطقوس والعبادات ولا يهتم بالمعاملات. عملوا بقول في الإنجيل منسوب لسيدنا عيسى: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فجاء الرد عليهم في تلك الآية المباركة: الإسلام كما يهتم بالعبادات يهتم أيضا بالمعاملات، والإسلام دين ودنيا، وعصب الاقتصاد في كل مكان هو المال، فوجب الحفاظ عليه بآية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا دين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بدأت الآية بنداء لأهل الإيمان، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. فهو نداء لكل مؤمن، ووجب علينا السمع والطاعة. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، إذا تعاملتم بالدين إلى وقت معلوم فاكتبوه حفظا للمال ودفعا للنزاع. صحيح أن العرف السائد في المجتمع أن الثقة إذا توفرت لا يكتب الدين، وصحيح أيضا أن الإنسان ما بيتعلمش بالساهل. وحنروح بعيد ليه؟ في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، استقرض رجل من عثمان بن عفان 7000 درهم إلى أجل معلوم، فأقرضه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه 7000 درهم إلى أجل معلوم، ولما حل الأجل جاء الرجل إلى عثمان بن عفان 4000 درهم، فقال عثمان بن عفان: هم 7000 درهم. فقال الرجل: بل 4000. فاختصم إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. وأمام عمر بن الخطاب قال الرجل لعثمان بن عفان: أتحلف أنها 7000؟ فقال عمر بن الخطاب: أنصفك. ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يحلف على دراهم ترفعا، فقال له عمر: خذ ما أعطاك. وبذلك وجب علينا جميعا أن ننقاد لأمر الله عز وجل إذا أقرضنا أو اقترضنا. ولكن هل هذا الأمر الإلهي أمر للوجوب أم أمر للندب والاستحباب؟ قال جمهور العلماء أن الأمر للندب والاستحباب، ويفسر ذلك الآية اللاحقة. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال بعض العلماء: بل إنه أمر للوجوب، لأن الأصل في الأمر في القرآن الكريم للوجوب، وهذا الأمر الإلهي يرفع الكثير من الحرج بين الدائن والمدين، لأنه أمر منزل من عند الله. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. وليكن بالكتابة بينكم من غير ميل إلى أحد الجانبين كاتب بالعدل. فهذا الرجل يجب أن يكون على مسافة واحدة بين الدائن والمدين، ويكون بمثابة القاضي في العقد، ويجب أن يكون الكاتب أمين وعنده علم ومعرفة بكتابة العقود، ويجب أن يكون عارفا بالشريعة وبالحلال والحرام في كتابة العقود. ولا يمتنع من علمه الله الكتابة أن يكتب بالعدل كما علمه الله، فذاك العلم هو نعمة من عند الله، فوجب على الكاتب أن يشكر المنعم وأن يشكر النعمة. وكما أحسن الله إليه فليحسن إلى عباده بالكتابة. ولكن هل هذا الأمر للكاتب على الوجوب أم على الندب؟ يكون على الوجوب إن لم يكن هناك غيره قادر على الكتابة بالعدل، ويكون على الندب إن توفر غيره. ولكن من الذي يملي الكاتب، الدائن أم المدين؟ فليكتب
الكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. والذي عليه الحق بلا شك هو المدين أو المقترض، فالمدين دائما في موقف الضعيف، فإملاء المدين هو حماية له من جور الدائن وإحراج الدائن. ذاك للمدين، فماذا للدائن؟ بإملاء المدين على نفسه بما عليه من حقوق ليس له بعد ذلك أن ينكرها وقد أقر بها في العقد. وليقم المدين بإملاء ما عليه من الدين وليراقب ربه ولا ينقص منه شيئا. فيقر المدين بثلاثة أشياء: بأجل الدين، وبقدر الدين، وبصفة الدين. ولكن هل كل إقرار من المدين مقبول؟ ماذا إن كان المدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي؟ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. لا يقبل من السفيه ولا الضعيف ولا الذي لا يستطيع الإملاء أن يقر بما عليه من دين. والسفيه هو ناقص العقل الذي لا يحسن التصرف كالمحجور عليه، والضعيف كالصبي الصغير والشيخ الطاعن في الشيخوخة، والذي لا يستطيع النطق والإملاء لعلة به كالخرس أو غيره. وفي تلك الحالة يقوم وليه والقائم بأمره بالإملاء والإقرار نيابة عنه، ويلزم الولي من العدل وعدم البخس ما يلزم المدين. وبذلك فإن إقرار السفيه والضعيف والذي لا يستطيع الإملاء غير معتبر ولا يؤخذ به في القضاء. والسؤال الآن: هل نكون بذلك فرغنا من كتابة العقود أم أن الأمر يحتاج إلى شهود؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم. واطلبوا شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين من أهل العدالة. ولكن هل يكون الإشهاد على العقود للوجوب أم للندب والاستحسان؟ يكون الإشهاد على العقود على وجه الندب لحفظ الحقوق إلا في حالة واحدة، أن يكون المتصرف في العقد ولي لصغير أو يتيم أو ضعيف، وفي هذه الحالة يكون الإشهاد على وجه الوجوب. وشهادة العبد مقبولة كشهادة الحر إن توفرت الشروط، أما شهادة الكفار فغير مقبولة لأنهم ليسوا منا وليسوا عدولا. ولماذا أتى الحق سبحانه وتعالى في الآية الكريمة بلفظ شهيدين ولم يأتي بلفظ شاهدين؟ وذلك لأن شهيدين صيغة مبالغة من الشهادة، أي تقررت منهم الشهادة وأصبحوا معروفين بين الناس بالعدل والأمانة وقوة الحفظ. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ممن ترضون شهادتهم. وقبل أن تسأل أنت لماذا شهادة الرجل تعدو شهادة امرأتين، أجيب عليك: المجتمع مكون من الذكر والأنثى، وكل منهما مكلف بتكاليف محددة ومسؤوليات لا يقوم بها الطرف الآخر. فإن كان الأمر كذلك فلا بد من تفاوت في المقومات والخصائص. يمتاز الرجل عن المرأة بقوة الحفظ للعمليات الحسابية. ودعونا نكون منصفين، كم عدد الرجال بالنسبة للنساء في إدارة الأعمال التجارية أو رئاسة البنك المركزي؟ وتأمل جيدا، لا تقبل شهادة الرجل الواحد أو المرأة الواحدة في الحقوق المالية، بل يقبل من المرأة ما هو أعظم من الشهادة في الحقوق المالية، فيقبل منها النقل والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل من المرأة شهادتها فيما هو أخطر من الشهادة في الحقوق المالية، فتقبل شهادتها في حالة الولادة والحيض والعدة والنسب. لم يظلم الإسلام المرأة المسلمة أبدا،
وأعطاها من الحقوق ما لم يعطي الرجال، فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ممن ترضون شهادتهم، حتى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى، فإذا كان الشاهد أو الشاهدة يخاف من النسيان وجب عليهما أن يكتب الشهادة، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وعلى الشهداء أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة، لأن امتناع الشهود عن الشهادة قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وظلم الناس. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ولا تملوا من كتابة الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المعلوم. وقدم الصغير على الكبير من باب الاهتمام به، ولأن من ضيع الحق الصغير ضيع الكبير، ومن يأكل جنيه حرام يأكل مليون. وبذلك يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفع الحرج بين الدائن والمدين فيما هو كبير أو صغير، وما هو صغير بالنسبة لك فهو كبير عند غيرك. ولا بد أن يتضمن عقد المداينة على أجل الدين، وإلا كان عقدا فاسدا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ذلكم أعدل في شرع الله وهديه، وأعظم عونا على إقامة الشهادة، وأبلغ في الاستقامة، وأقرب إلى نفي الشك والريبة في جنس الدين وأجل الدين وقدر الدين. وذاك هو التعليل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. المعاملات بين الناس نوعان: آجلة وعاجلة. وتعلمنا كيف نحفظ الحقوق في المعاملات الآجلة بالكتابة والإشهاد، فماذا نفعل في المعاملات العاجلة لحفظ الحقوق كالتجارة الحاضرة والبيع والشراء في الأسواق؟
إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. لكن إن كانت المسألة بيع وشراء في الحال فلا حاجة إلى الكتابة، لأنه لو كلفكم بذلك لشق الأمر عليكم فخفف عنكم ويسر عليكم رحمة بكم. قال جمهور العلماء: يستحب الإشهاد في المعاملات العاجلة منعا للنزاع والشقاق، فالأمر هنا للإرشاد والتعليم. بيننا يرى الظاهرية أن الأمر بالإشهاد في المعاملات العاجلة للوجوب. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ولا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود، ويكون ذلك بالمحافظة على خصوصيتهم ومصالحهم، ويكون أيضا بعدم تكليفهم ما لا يطيقون. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله، وصرتم أهلا لعقوبته، فعليكم الوقوف عند حدود الله لسعادة الدنيا والآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. واتقوا الله ويعلمكم الله، فيعلمكم جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم، ويفيض عليكم من العلوم النافعة، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك سبحانه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. جزاكم الله خيرا.